هنايا. انا الان ما دام درت واجبي مع الزوج ديالي في اطار القانون، فكنقول لكم انا دابا مستعده للتقديم، مستعده كل الاستعداد للتقديم فوقاش ما جا وباش ما جا، وباتاكدوا باش ما جا انا مستعده ليه. ورغم ذلك عندكم يصحب لكم انني الى دخلت للسجن ان اسرتي غادي تشتت، اراكم غلطين بزاف، لان هاد البنات داكشي اللي بيناتنا اقوى قوي بزاف. نمشي بهم الحبس، نمشي انا للحبس، غنبقاو مجموعين مهما كانت المده، لان اللي بيناتنا اقوى. ماشي كنعيش واحد الفتره ونشتو بعضياتنا ونرميو بعضياتنا، لان حنا ولفنا ان راحنا مع بعضياتنا في الشده وفي الفرح، ما كنخليوش بعضياتنا، ما كنساوش بعضياتنا. عندكم يصحب لكم انه الا طيحتوا بيا فانني غادي اسرتي غادي تشتت، غتبقى الدار هي الدار، ويبقى الكرا كيتخلص والضو كيتخلص والما كيتخلص، وغتبقى الاسره المصروف ضد الدار هو هذاك، واخا غابوا الاشخاص لكن داكشي اللي زرعوه في وسط الاسره غيبقى حاضر. حنا غرسنا نبته وغادي نشوفوا النتيجه ديالها فقط. دابا الناس بزاف كيتصوروا غادي نحبسوا بكريشه ونحبسوا السريعه وصافي غادي يفضلنا الجون نلعبوا في داك الاسره كما بغينا، راكم غلطين بزاف، غلطين بزاف. حنا حمي درنا بنينا انا وسي محمد واحد الدرع بنينا على هاد الاسره، حتى لو غبنا داكشي اللي زرعناه في هاد البنات بان نبقاو مجموعين الامور كما هي كاننا حاضرين بلا ما توهموا شي حاجه.